بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 54 بالأبيار، أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على التنصيب الرسمي للمجلس العلمي التابع للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية. المجلس سيكون بمثابة هيئة علمية تسعى إلى الارتقاء بالبحث العلمي في تاريخ الجزائر والثورة التحريرية لصون الذاكرة الوطنية وتلقين تاريخ الثورة للأجيال. وبالمناسبة كرم وزير المجاهدين وذوي الحقوق المجاهد محمد صغير بالإعلام نظير جهوده البحثية وإسهاماته الفكرية في التاريخ لثورة التحرير المجيدة. هذا المجلس العلمي الذي تم انتقاء أعضائه انتقاء سليم، وكل أعضائه هي عبارة عن نخبة من الأساتذة والأكاديميين. أقول يأتي تنصيبنا لهذا المجلس العلمي تساوقا مع الأهداف التي وضعتها الدولة من خلال برنامج الحكومة، خاصة في الشق المتعلق بالعناصر المرتبطة والمتعلقة بالذاكرة الوطنية. فمن بين الأهداف التي رسمناها في هذا المجال هي أن نقف على مقاربة علمية وأكاديمية في دراسة ملفات الذاكرة.